قد انقسم الناس إلى نصفين، قسم خرج عقله بسبب الفرحة، وقسم خرج عقله بسبب الفشل. فالفشل والخسارة لا تحتمل، والنجاح في هذه الظروف العصيبة لا يحتمل. ففشلنا في النجاح وفي الخسارة معا، فلن ناجحون فرحوا فرحا شرعيا ولم يخرجوا على حدود الأدب واللياقة، ولا الفاشلون ظلوا في حدود الشريعة فلم يخرجوا على حدود اللياقة، فتنطع هؤلاء فخرجوا عن حدود اللياقة إلى درجة أن نطقوا بالكفر، وهؤلاء خرجوا عن حدود اللياقة والأدب والشرع حتى ألقوا بثيابهم على الأرض وتعروا والناس ينظرون. يجيب له كوكا يشري هوكا، هذا الشيء اللي كان يشوفه في الملاعب بتاع الكره، منين ينتصر شي فريق ويدي شي كاس، غير هذوك يديروا الشراب وهذو ما صابوش الشراب. انها صوره تتحدث عن نتائج الامتحان، انه الامتحان، وعند الامتحان يعز المرء او يهان. الامتحان الورقه ديالك ايش حجم نتاع النقاط؟ 6 4 7، المعدل 10.11، ناجح. انت 3 2 5، المعدل 8، خاسر. ورقتك تحدد النتيجة. ورقة، شوف واش مدرت، شوف واش مخدمت في الدنيا، في الامتحان في الدنيا تحكم على نفسك عندما تأتيك ورقتك ويقال لك اقرأ جوابك، اقرأ هذا جوابك، ما زادوش عليك الناس، انت جاوبت، ان صحيح فصحيح تأخذ العلامة الكاملة، وان خطأ فخطأ تأخذ علامة صفر. لا إله إلا الله. وفي نجي في الدنيا، وامتحانات الدنيا النجاح فيها والفشل هو نجاح مؤقت، فالناجح اليوم قد يفشل غدا، والفاشل اليوم قد يتدارك نقطة الضعف ثم ينجح غدا، والناجح اليوم ليس عربون ودليل على أنه ينجح في الدنيا في الحياة كلها، هذا نجح في القراية، والفاشل في الدراسة ليس معناه أنه يفشل في الحياة. فكم من فاشل في الدراسة نجح في الحياة، وكم من ناجح في الدراسة فشل في الحياة. إذن هذا مؤقت، والنجاح مؤقت ونسبي، والفشل مؤقت ونسبي. ألا يذكرك هذا الامتحان بالامتحان الحقيقي؟ ألا تذكرك ورقة الامتحان بورقة التي تخرج لك يوم القيامة فيقال لك قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ ألا تذكرك صورة الناجحين حينما خرجوا عن حدود اللياقة بفرح كبير؟ قول من يأخذ الكتاب بيمينه يوم القيامة: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يفرح، شوفوا شوفوا الرجل يبان تما، الرجل يبان تما، شوفوا صلاتي صيامي صدقي دعوتي عملي، شوفوا انظروا ها اقرأوا كتابي. فرحة كبيرة. وأما الآخر الفاشل الراسب الفشل الذريع الخسران المبين الذي ليس بعد الخسران تدارك، إنه الخسران الأبدي،
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. فيقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال رسول الله حلقة السلسلة التي يصفد فيها الكافر إذا وضعت على جبل دكته، حلقة واحدة من السلسلة التي يصفد فيها الكافر لو وضعت على جبل لدكته ولذاب وسال. شت النجاح، شت الفشل، شت الخسارة. سيدنا من يتكلم على النجاح والخسارة، تعرف على من يتكلم على النجاح نتاع الامتحانات نتاع الدنيا؟ لا. ألا إن الخاسرين، شكون ربي؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخسارة تاع القيامة ماشي تاعنا. ثم قال ألا ذلك هو الخسران المبين. لا إله إلا الله، الخسران البين الواضح الحقيقي ماشي تخسر هنا. هو إلا خسرت له نار ترضى جهنم خالدة، أتستطيع أن تتحمل تبعات الخسران يوم القيامة؟ والنجاح والفوز ليس هنا، هذا نسبي مؤقت، قد يؤدي إلى النجاح يوم القيامة إذا استثمرت نجاح اليوم في طاعة ربك ولم تتكبر ولم تتجبر ولم يخرجك نجاحك عن حدود الشرع. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا إله إلا الله. إذا زحزحت عن النار وأدخلت بفضل من الله الجنة فذاك هو الفوز، وليس بعد هذا فوز. هذا هو الفوز وهذا الخسران المبين. مواد الامتحان التي امتحن فيها الطلبة أصحاب العلوم التجريبية، هاش فوت؟ الرياضيات، الطبيعيات، الفيزياء، الفلسفة، تكنولوجيا، تاريخ وجغرافيا، الاجتماعيات، وكذلك الأدب، هي مواد يمتحن فيها سؤال في هذا الموضوع، أجب عن هذا الموضوع وجاوب. اللي ينقل اللي يغوش، والبورتابل ما خلى الواحد ما يقول. أصبح الغش عن طريق البورتابل مسألة بلغ خبرها عنان السماء، فضيحة. حتى النجاح انت اليوم ولا فيه يتعلمس ناجح يدار النجاح. ليست هنالك تكافؤ الفرص، العدالة في الامتحان الدنيوي ما كانش. هذا يقول الأخر، هذا يضرب له تليفون، ايوا عندك فوت لي الأخر، هذا ينقل من الأخر، العدالة ما كانش. حتى النجاح انت حد من الناس في الدنيا مشكوك فيه. علاش مشكوك فيه؟ لأنه ليست ثمت
موازين وضوابط محددة يعتمد عليها فتطبق على الجميع بصفة عادلة. هذا عنده احبابه، هذا عنده كذا، إذا احتى النجاح انتحنا احتوخك النجاح في عالم الاستهلاك. أما غدا المواد اللي تفوت فيها واللي يسلك لك واللي يسجل لك والضوابط كلها ضوابط عادلة. ربي 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 ربي، تعرفوا الامتحان واسم يقول لك سيدي ربي ايش يقول لك؟ ها يقول لك وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرا لدك ما زدناش عليك. ربي يقول له عبدي زدت عليك؟ هل ظلمتك كتبتي زادوا عليك الملائكة؟ ها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظلمتك كتبتي زدت عليك شي حدا ولا لا؟ يا رب لا، علاش يرحمكم الله علاش ما زادتش؟ لا والو. إذن اقرأ كتابك. ألك حجة بين يدي الله؟ ألك عذر تتعذر به؟ سبحان الله. سيدي ربك يقول في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. ما يدخل الجهنم حتى يعترف بالذنب. درتها ربي ودرتها. يقول له ربي ولا درتك في جهنم كن ظلمتك؟ لا يا ربي، هو يستحق جهنم فهو يعترف إذن بجرمه قبل أن يدخل النار. لا إله إلا الله. والامتحان فشتم واسمو الأسئلة تاع الامتحان هو اسمعوا الامتحان اللي غادي نفوتوه كامل إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. امتحان في الدنيا وامتحان عند الموت وامتحان في القبر وامتحان يوم القيامة قبل أن تعطى النتيجة. فريق في الجنة وفريق في السعير. هي أربع امتحانات. الله. أما الامتحان الأول في الدنيا ففي كل لحظة أنت ممتحن، راك مبتلى، عندك اختبارات وامتحانات كل نهار تدي عليها من عند سيدي ربي نقطة يبليك ربي بخوك في الجامعة. حتى في الجامعة يوقع البلاء فيبتلي الله البعض بالبعض. وابتلاء في الأسرة، الزوج مع زوجته، الوليدات مع أبوهم، ويبتلى الجار بالجار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا إله إلا الله. باش بغيت تقول انت مؤمن بالصح ونحكم عليك في الدنيا باللي انت مؤمن؟ باش من نشوفك تصبر، من نشوفك ما تديرش على الاخرين، من نشوفك تتعامل مع الله ما تديرش على بنادم الضعيف، من نشوفك زايد في الخير واخا عرض لك في طريق الخير انت زايد فيه. لان الهدف نتاعك هو باش تنجح يوم القيامه، ماشي شيء تشوفه في الارض. فانت في الدنيا تمتحن ليوم القيامه فالنتيجه هناك. فالدنيا عمل وفتنه ولا حساب، والقيامة حساب ولا عمل. فأنتم مبتلون في الدنيا
هل تعملون أو تتركون العمل؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، علاش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي قريب ليكم رب الله يختبركم يمتحنكم. يا سيدي انت الآن في الدنيا مفتن ممتحن مبتلى مختبر، اختبار امتحان، مع أولادك اختبار، مع جيرانك اختبار، مع نفسك اختبار، مع فلوسك اختبار، مع الدنيا انتك اختبار، مع الشهوات اختبار، مع الهوى اختبار، حتى قال الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه، المؤمن بين خمس شدائد خصو يطلعها باش ينجح. خمسة خصو قاعد يطلعها، مؤمن يحسده ورب العقبال الأولاد تاع المؤمن اللي يحسدك، مؤمن يحسد مؤمن، مؤمن يحسد مؤمن العقبال الكبيرة، يحسدوا على خدمته، يحسدوا على تجارته، يحسدوا على أولاده، يحسدوا على دنيته، مؤمن يحسده وكافر يقاتله. الكفار الآن يقاتلون المؤمنين ويذبحونهم ذبح الخراف، ومنافق يبغضك يصلي معك وهو يحفر لك، منافق يظهر الإيمان ويظهر الكفر، ونفس تنازعك. الله، النفس 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 مثل المحروق، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمرك دائما بالعصيان بالتمرد، تقول لك أنت يا هذوك خير بيك، هذوك خير بيك، وشيطان يضلك، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر العبد ربه خلص وإذا غفل وسوس، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو لقرين. لكن غادي نتكلموا على الامتحان الأول، ما غاديش نكملوا بزاف، هذا امتحان كبير باش تغلب المنافق وتغلب وتنتصر وتفوت العقبة نتاع الحسد نتاع المؤمنين، وباش تنتصر على الفتن نتاع المنافقين، وباش تجاهد النفس نتاعك وتلجمها بلجام التقوى، وباش تنتصر على شيطانك. هذا واحد الامتحان كبير، هذا امتحان كبير وجهاد عظيم، حتى أن الملائكة كما ورد في الخبر إذا مات العبد على الإيمان تقول يا ويحه كيف نجا لكثرة الساقطين والخاسرين في امتحان الدنيا. 999 كل شيء يموت ولا على الخسارة، واحد في الألف ينجو. ولكن الملكة تقول الملكة يا ويحه كيف نجا، استطع ينجو، قحل الابتلاءات والامتحانات ونجا، يا الله يا الله. فيتتعجب الملائكة كيف نجح وكيف اجتاز الامتحانات والعقبات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة باش تدخلها كاين مكاره، جبال جبال، اقطعها الجبل وعاود اقطعها الجبل، والطرق اللي في الجبال فيهم الشوك والحجر القطع، فأنت لا تضع قدمك حافية حتى تتبين موضع القدم، لأنك تخشى إن وضعت قدمك على شيء حاد أدى بقدمك إلى أن تدم ويسيل الدم فتقعد في الطريق فيحال بينك وبين الجنة. دير بياسة دير بياسة، هذا الامتحان الأول. ما عادش نقول لك أنا يوم هذا الامتحان يخص كل نهار واسمو تدير فيه، تراك عارف ما أصبح كتصبح عارف بأن ربي راه زاد لك النهار، وذاك النهار فيه امتحان وخصك تنجح ذاك النهار. باش تنجح؟ أن تصبح وهمك الآخرة. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح شو الخاسر في النهار؟ ومن أصبح وهمه الدنيا ما يعملش الآخرة، ما يعملش الامتحان تاع الآخرة، يعمل هذا يحسب الدنيا هي كل شيء. ومن أصبح وهمه الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه شمله، ثم لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له
ولا يبالي ربك بعد ذلك في أية أودية الدنيا يهلك. خليها الامتحان هذا، هذا فيه الهضره بزاف. الامتحان الثاني عند خروج الروح. الله على وقيت غادي تجينا يا احبابي، واحد الوقيت يا احبابي راه جايه، وهي نهايه الامتحان الدنيوي. النهار نتاعنا التالي في الدار اللي نرحلوا بها الى يوم القيامه. اسمعوا لحبيبنا رسول الله اش كيقول في الامتحان. الله شيع الحبيب، صلوا على الحبيب، جنازة أحد الأنصار، فلما وري جثمانه الثرى جلس الحبيب على الأرض وأخذ عودا وصار ينكت به الأرض، والصحابة كأن على رؤوسهم الطير، فحدثهم ووعظهم في المقبرة بعد الدفن موعظة عظيمة أخبرنا فيها عن حالة المؤمن والفاسق عند خروج الروح، عند خروجه من الدنيا والانتقال إلى العالم العلوي الذي تحدد فيه مصائر الخلق، إما إلى جنة وإما إلى نار. لا إله إلا الله. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. لا إله إلا الله. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد المؤمن، اسمعوا، إن العبد المؤمن، هذا المؤمن، إذا كان في إقبال من الآخرة إدبار من الدنيا، يقبل على الآخرة ويدبر الدنيا ولات موراه، والأخيرة قبلت راه في القنطرة راه قاطع، رجل باقية في الدنيا ورجل الأخرى يتطلع ببصره إلى العالم الآخر. نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، يشوفها يشوفها. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لمرته فاطمة رضي الله عنها: خرجي 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 باش نستقبل شي ضيوف نتاع سيدي ربي، عمرو ما شفتهم، راهم نازلين الان. الله، ملائكة بيض الوجوه فيجلسون على مد بصره، ومعهم اكفان من الجنة وريح من الجنة، تعبق الدار بالريح ديال الجنة. عمرو فيكم شي واحد شم الريحة نتاع الجنة في الدار اللي يكون فيها نعس واحد السيد وهو يعالج سكرات الموت؟ كانش واحد اللي عمرو شم هذه ولا ما كانش؟ أي لا إله إلا الله. في إحدى الجنائز في وسط المدينة يذكر لي أحد الإخوة أنه بمجرد أن خرجت روح هذا الرجل انبعثت رائحة أطيب من رائحة المسك من كل جوارحه، وكان الرجل معروفا عند العامة والخاصة أنه كان كثير البذل والإنفاق على الضعفاء، فبمجرد أن خرجت روحه تعبق البيت بريح الجنة، شموها قال الناس. أنا جيت روطار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، ارحمنا عند الموت. لا إله إلا الله. ومعهم طيب وريح من الجنة، اش كيديروا؟ فصاروا يعالجون الروح، يبديوا بالرجلين، يعالجون الروح في الجسد فيصعدون بها لكي يموت كل عرق، فإذا وصلت إلى الحلقوم ابتدرها ملك الموت. رسول الله في الملائكة المكلف بنزع الأرواح، فيقول لها: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان ورحمة.
فينظر فيقال له: ذاك موضعك من النار لو قضيت الدنيا في المعصية. ربي ربي ربي، فانظر الآن إلى موضعك في الجنة لما أطعت ربك وربك. فيفرح بلقاء الله لأن الله نجاه من النار وقد رآها، وأدخله الجنة وقد رأى موضعه من الجنة قبل خروج الروح، فيشتاق لكي تنفصل الروح عن الجسد فتخرج كما تنزل القطرة من السقاع. يفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه، فلا تتركها الملائكة طرفة عين في يد الملك، فيأخذها الملائكة من يد ملك الموت فيضعونها في كفن الجنة، ثم يوضع عليها هذا الطيب أشجرها فترفع إلى الملأ الأعلى. احنا ما شايفين وانه ويرحمكم الله. فيشيع الملائكة هذه الروح سماء بعد سماء حتى يوصل بها إلى الملأ الأعلى فوق السماء السابعة، فيقول الله: حقت كلمتي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتعاد الروح إليه فيحمل فيوضع في قبره، فيأتيه ملكان كما صار في الامتحان الثالث. الله. وأما العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه فيجلسون على مد البصر ومعهم أكفان من النار، فيعالجون الروح حتى إذا وصلت الحلقوم قيل له: ذاك موضعك في الجنة لو أنك أطعت ربك في الدنيا، وانظر إلى موضعك في النار لما قضيت الدنيا في الغفلة وفي المعصية. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، فتنزع الروح نزعا شديدا، فما يبقى من عرق في الجسد إلا يصيبه حر سكرات الموت، فلا يتركها الملائكة في يد ملك الموت بهنيها، فتوضع عياذا بالله في كفن النار، فيصعد بها فيفتح في السماء الأولى فلا يفتح لهم. وقرأ رسول الله قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتقذف بالعدو. وقرأ رسول الله قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ويحمل إلى قبر. امتحان، امتحان عند الموت. اللي كان عامر به القلب ديالك يخرج عند الموت، لأن عند الموت أنت ممتحن ومفتن من قبل الشيطان. كان رسول الله يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الله. شي واحدين أنا يقولوا لي: مني جات عمتي تموت جا عندها أبوها وقد تهضر معاه. قلت له: واش من باها باها راميت هذا كيبليس، ولكن الناس ما تعرفش. والله الا جا عنده جدو، ها هو جدي، ها هو جدي، وهي جدو وهي جدو، لانه ما كاش العين، ما كاش العين. جا عنده يقول له: انا جدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا باك، ها وها هو الماء. فيصاب الانسان بامتحان عسير تجف هذه ويشتد عطشه ويفتن انطلاقا من حاجته إلى الماء، فيستغل إبليس حاجة العبد في هذه الغرغرة إلى الماء، فإذا به يفتنه لكي ينسيه التوحيد، فيقول له: مت على اليهودية أسقيك، مت على النصرانية أسقيك. والله الإمام أحمد منين جاي يموت؟ الناس يقولوا: قل لا إله إلا الله، امتحان كبير. يقول: لا ربي يا ربي، قل لا إله إلا الله. الا يا اخي نظر شروه الامام احمد، قل لا اله الا الله. يا رب يا رب يا رب، ايش هالغريبه. فلما عاد اليه وعيه
قالوا له يا إمام لقد أفزعتنا، خوفتنا، نحن نقول لك قل لا إله إلا الله وأنت ترد لا. قال أنا ما كنت أسمعكم، أنا كنت في حرب مع الشيطان، كان يقول لي مت على النصرانية وأعطيه فأقول لا، مت على اليهودية فأقول لا. الله، لا إله إلا الله. بعد صدقه وقولوا له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال لهم يا أخي نظر شركم، واش عمرو مشات لي بقلبي ولا بلساني باش تقولوا لي روحوا نوضوا؟ قال لك تحشمنا سيدي الثابتين. وقال يقول لا إله إلا الله، قاع ما يردش عليهم. فتاي شاف فيهم مزيان وحمر، قال لهم أديوها فريصانكم، واش عمرو لا إله إلا الله مشات لي بالقلب ولا باللسان باش تقولوها لنتوما؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها 5 مرات فلحق به بربه. صاحبي الله يرحمه الحاج بوشتى تاع مدينة تزا، اللي كان يوكل وكان يدير الخير في المساكين، لقيت اللي جاته الموت كتب وصية وقال له ما شكون يغسلني؟ ها؟ فلما جاءه الموت دارك صيدا في الطريق تاع قرسيف، هو ما تقسمت بس، لكن اللي كان يسوق هو اللي جاءوا عنده قالوا له الحاج بوشتى هذا؟ قال لهم بعدوني الله يرحم والديكم خليوني نلقى ملك الموت. حتى نقص قول، قال لهم خليوني الله يرحم والديكم ما تفتنونيش، أشهد أن لا إله إلا الله، حسب الأمر يزعق، وأشهد أن محمد رسول الله الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما كملهاش، ولاحقت روحه بالرفيق الأعلى. الحق الحق يا عجرود، الحق 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 الحق. وشي واحد يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال له النعناع النعناع، خلطر لا ذيك الربطات نتاع النعناع اللي كنت غادي، واش باقيين؟ باقي له غير النعناع، كان يقلع النعناع بدأ لا حفير باش يبيعوا. دارت كسيده ذيك اللوطو طاح عليه الزرع، بقاو بالمداري يجبدوا الزرع، قاسوه قاسوه بالمدرة، قال اي ولا؟ قالوا له كيف داير؟ قال النعناع اخر باسل. النعناع النعناع، هو في الموت يفكر ربطان تاع النعناع، قلبه معمر بالنعناع، النعناع خرج وتزلع عند الموت باش ما عمرت قلبك يسيح عند خروج الروح. فالامتحان عند خروج الروح هو امتحان شديد، الله يسهل علينا وعليكم، والله يثبتنا وإياكم عند خروج الروح، وحل امتحان كبير. سمعوا سمعوا النتيجة نتاع الامتحان. قال الحبيب صلوا على الحبيب، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، سبق له زنا وسرق، قال له وإن زنى وإن سرق، يا رب سرقوا، عاود له وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق، يا رب سرقوا، عاود له الثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فوقف أبو ذر يخرج وهو يقول وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، سيدنا أبو ذر يمشي ويتكلم، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، من مات وكان آخر كلمة يتلفظ بها الإقرار لله بالوحدانية فقد نجا. فلا إله إلا عند خروج الروح تهدم جبال الذنوب هدما، ولا يقولها إلا من رسخت فيه وثبت الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سيدي يمشي من الامتحان، من يمشي من الامتحان كان لي ما يثبتش يقرا السؤال بالمقلوب، يحسب له راه يجاوبني شنو وراه خارج الموضوع، مسكين يبقى. وين احنا عندنا في الامتحان نتاع خروج الروح؟ والله واخا لك ما تحس تقول سهلة، لا إله إلا الله سهلة نقولها، إيه يا ودي، اللهم تكون ثابتة، اللهم يثبتها ربي، اللهم يعاونك مولانا. فهو أمر يوفق فيه من وفق من قبل الله، هذا الامتحان الثاني. أما الامتحان الثالث اللي نسانا الامتحان ديال الدنيا هو الامتحان في القبر. آه
إذا وضع العبد في القبر كما ورد في الحديث يأتيه ملكان أسودان يطعان شعورهما أصواتهما كالرعد القاصف فيقعدانه ويجلسان. قال عمر: يا رسول الله الكون بعقلي كيما راني درك كيما راني درك. قال له: كيما راك درك بعقلك هكذا 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 نشان نشان نشان. يقعدانه حتى يسمع قرع نعال آخر المشيعين. سمع سيدنا رسول الله شو الوصف الدقيق، أنه يسمع قرع آخر المشيعين فيقولان له: اسمع الامتحان ما فيهاش إكس زائد ثلاثة إكس تخرج خمسة إكس مش حالك. لا لا لا، سؤالات سهلين ثلاثة على أسئلة الامتحان في الدنيا ابتلانا ببعضنا بعض. امتحان عند الموت مع الشيطان لا إله إلا الله، الامتحان في القبر مع الملائكة منكر ونكر، الامتحان في الدنيا مع بنادم تصبر عليه ولا مصبر، الامتحان عند الموت مع إبليس، الامتحان في القبر مع الملائكة. ثلاثة الأسئلة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي بعث فيكم. باينة سهلة ولا ماشي سهلة؟ كل شيء الناس يقولوها. من ربك؟ شكون ربك؟ شكون؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. لا إله إلا هو يفعل ما يريد. سبحانه سبحانه سبحانه. تقولها لي ولا ما تقولها؟ كل شيء الناس يقولها. ما دينك؟ ما عندك شيء دين غير الإسلام؟ دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما تقول في الذي بعث فيكم؟ نشهد أنه عبدك ورسولك أرسلته للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. صلى الله عليه. سهل ولا وعر هذا الامتحان؟ سهل. حينما توفي أخي محمد النهاري رحمة الله عليه رآه أحد أصحابه في المنام، قال لي: رأيت أخاك في المنام بعد وفاته في لباس أبيض وعلى وجهه أثر السرور، فقلت له: يا أخي كيف كان امتحانك في القبر؟ بماذا أجبت الملكين؟ شو الإثبات اللي أعطاه في السؤال؟ قال: فابتسم ابتسامة عريضة فقال: يسر الله هذا الأمر. الله يسره. يسر الله هذا الأمر. ربي سبحانه. إن الله يسر هذا الأمر. سهل الله. الله سهل. لا إله إلا الله. أما من لم يوفق، من ربك؟ يقول: إيه 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 إيه. يا الله مش حال هو يصلي وك... نعم. ما دينك؟ إيه. ماذا تقول؟ كان يقيم الصلاة ويصلي، ربما كان قاعد يا سبحان الله وتلفت له قاعد تلفت له مشات. لا إله إلا الله. هالشي يقدر إنسان إنسان يمشي له. دخلت على حامل لكتاب الله في النزع الأخير، قال لي: قرب قرب هذا حافظ القرآن وش حال قرنت على القرآن قرب. قال لي: اللي يفضح سري نستر. قال لي: القرآن كل شيء مشى بصدري ما نعرفش حتى الفاتحة. هذا في الدنيا هذه في الدنيا ينسى الإنسان مش ينسى
يرفع ذلك لأنه لم يرسخ في قلبه. رب قال كتب في قلوبهم الإيمان، خص يكون مكتوب منقوش. أما إذا كان غير هكذا كاين الماء فوق الزيت ولا الزيت فوق الماء لا يثبتش، خص يكون في القلب، في القلب يكون في القلب. هذاك الشيء اللي كاين. الله. فالناجحون في امتحان القبر يوسع لهم في قبره ويصبح قبرهم روضة من رياض الجنة. نزل أحد الصحابة إلى قبر سيدنا، لا إله إلا الله، الأحنف بن قيس، لقي الله الأحنف بن قيس. فدخل أحد الصحابة إلى قبره، مش يدخلوه، دخلوا قالوا شوف 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 القبر انساح. قالوا اسكت اسكت إنه الأحنف. والله شوف الدنيا، إن الله يري بعض العلامات لبعض المؤمنين ليروا صدق الوحي في بعض خلقه. لحن بن قيس جاءوا يدفنوه، القبر حفروه قد هاك، فإذا هو على مد البصر هاك 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 هاك. قالوا اسكت اسكت، ومن فشل ولم ينجح ضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لما يرى من خسارته أيضا هناك في الامتحان القيامة. كان عثمان بن عفان الحيي الكريم ذو النورين وجامع القرآن بين الدفتين، إذا ذكر بالجنة أو النار حافظ على هدوئه وتوازنه، وإذا ذكر عنده القبر بكى حتى خضلت لحيته. قيل له سبحان الله، إذا ذكرت الجنة والنار رأيناك على حالتك الطبيعية لم تتغير، وإذا ذكرنا القبر بكيت، ألذلك سر لا نفهمه؟ قال لأنني سمعت خليلي رسول الله يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه كان لما بعده أيسر وأبرك وأعظم وأفضل، ومن خسر فيه كان لما بعده أعسر وأشد وأذكى وأقزى. امتحان كبير، امتحان كبير. ولذلك وصانا رسول الله أن نزور القبور لنزهد في الدنيا ونذكر الآخرة، فأولئك لا يغرنك صماتهم وسكوتهم، فوالله لو أذن الله لهم بالكلام لقالوا أجمعون إن الزاد عند الله التقوى. لكن تبان لك ساكتين، تبان لك ساكتين، تبان لك ساكتين، هما غيجيرنا، هما غيجيرنا. خلينا بهالامتحان، نمشيو للامتحان تاع يوم القيامة. ما هي الأسئلة؟ في الدنيا تمتحن بابن آدم، وعند الموت تمتحن بفتنة الشيطان، وفي القبر تمتحن بسؤال الملكين، ويوم القيامة تبتلى بماذا؟ من السائل؟ الله. الله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ سيد ربي يقول أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين أبناء الأكاسرة؟ أين الذين أكلوا خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن؟ كاين شي ملك آخر من غيره؟ كاين شي واحد يحكم فيك النهار من غيره؟ كاين شي قاضي؟ كاين شي محامي آخر؟ كاين شي رشوة؟ كاين شي بلانطو؟ كاين شي مخازني؟ كاين شي رشاوي؟ كاين شي نسب؟ شي واحد زعما اللي عنده شي نسب مع سيد ربي يقربك ليه ويفوتك من هي، وي واحد يقطعك من هي، وواحد يدير من هي. على هذا واحد شو قال له انتم ما تبعتوني انا شيخكم،
غادي نولي انا كيفاش انتم توليو في الديس، كل شيء نقطعكم، كل شيء انتم في الجنه، كاع اللي تبعني راه في الجنه، راه في سقر. سيد ربي كيقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ، ما كان لنا ساب لا والو. سيد اللي بيقول فاطمه، يا فاطمه يا بنت رسول الله اعملي فاني لا املك لك من الله شيئا، وهو يكذب عليهم يقول لهم اللي تبعني يا احبابي انا الشيخ نتاعكم اللي تبعني كل شيء في الجنه، شكون قال هذا؟ نزل عليك الوحي ولا؟ خلاص لك ربي كيقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين حساب، فمن يعمل ومن يعمل حساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كذب، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. أقصد يا ربي إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما كان ربك بظلام للعبيد. ولو ولو يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله، خير من استودع عنده الودائع الله. هو اللي يبقى لك، هو اللي حاسبك، هو اللي تولي له، هو اللي خلقك، هو اللي كرمك، هو اللي نعم عليك، هو اللي هداك، هو اللي خصك تعرف اللي غادي تولي له. وما يضيعك، لا يضيع أجر المحسنين، ما يظلمش. سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. سبحانه يا سيدي. واسمعوا الأسئلة اللي غادي تسأل غدا يوم القيامة. عرفنا السؤال تاع القبر وعرفنا تاع الموت وتاع القيامة. اسمعوا واسمع أحبابي الله يرحمه لكم. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلوا عليه. ووجدوا السؤال أوجدوا الجواب الوقت. اللي ما حفظ يحفظ. الامتحان تاع اليوم بانت النتائج، الامتحان تاع الفيزياء وانتاع الطبيعيات وانتاع الرياضية بانت النتائج. أرنا الامتحان تاع غدا، هالدروس هالأسئلة قالهم رسول الله يوجب. فأعد للسؤال جوابا. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا تزول قدما عبدي يوم القيامة، ما يتحركش ما يتحركش حتى يسأل عن أربعة. أربعة في القبر، ثلاثة في الموت جوش، وفي الدنيا مع البشر. في الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله جوش، في القبر ثلاثة الله الإسلام والنبي، لكن يوم القيامة أربعة. حتى يسأل عن أربعة. الله يخليك إلى ما توجد الجواب. الله يرحم والديك. إيه أسمهما. عن عمرك فيما أفنيته، الحياة اللي عشتها 60 عام 50 عام 40 عام 20 عام، فاش فنيتها؟ فاش فوتها؟ اش درت بيها؟ باش عمرتها؟ فين صلاتها؟ فين صيامها؟ فين صدقها؟ فين دعوتها؟ اش درت بيها؟ عمرك ماذا فعلت في دنياك؟ ماذا فعلت في ايامك؟ ماذا فعلت؟ كل يوم تبزغ فيه شمس يوم جديد يناديك بصوت جديد. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، ف
فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اغتنمني، أجدرت فيها. ربما هذا النهار هو التالي ديالك، ربما هالليلة هي التالية ديالك. أجدرت فيها، أش عملت فيها، أجدرت، ماذا فعلت في عمرك؟ تعرف اسمه العمر ولا تعرف اسمه العمر؟ العمر واسمه هو العمر، العمر واسمه هو الوقت ديالك. العمر ديالك هو النهار اللي زدت والنهار اللي مت. فين كاين هادشي؟ فين كاين؟ فين كاين؟ تدخلوا المقبره وتصيبوا الناس دايرين الشواهد. عبد القادر بن عبو ولد سنة 1920، توفي 1945. شحال الحياة نتاعو؟ شحال فيها؟ شحال؟ شحال فيها؟ نص سطر، نص سطر. الولد صغير، هذا الولد يسميه، هذه البنت يسميها فاتحة الغزالي. ولدت في يوم 5 زوج 2003، توفيت 5 زوج 2003. شحال عاشت؟ شحال عاشت؟ شحال عاشت؟ شي دقائق. شحال فيها؟ شحال فيها في شحال فيها في الشهادة؟ شحال سطر. واللي هذا ولد في 1900 ومات في 2000، شحال من عام؟ شحال من عام؟ 100 عام. شحال عنده فارغ؟ سطر. عندهم سطر سطر. اللي عاش، اللي عاش دقيقة عنده بلاصة ريزيرفا، بلاصة وعنده سطر. ولد توفي، وهذا اللي عاش 100 عنده سطر وعنده مريزيرف بلاصة، بلاصة ها؟ عنده حتى وسطر. ولكن يا أحبيبي في ذاك السطر واسمه كي، ما بين هذا السطر وهذا السطر كما بين السماء والأرض. كي اللي من اللي خلقه ربي وفتح صيد ربي، وحذاه من اللي خلقه ربي وفتح رميات. هذا ينعم وهذا يشتعل عليه قبره نارا. الله 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 الله، رحمتك 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 رب نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة التي يسألها العبد يوم القيامة 4: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمرك فيما أفنيته، عن ولي ولهبلته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت فيه، وعن مالك فلوس من أين اكتسبت وفيما أنفقت. الله، العمر بساعاتها ودقائقها ونفساتها وأيامها وشهورها وسنينها ودهرها وقرونها، وعن شبابك في فترة قوة الشاب التي يستطيع أن يستثمرها في التزود ليوم المعاد، ماذا فعل لك الله؟ عن علمك، تعرف حواج بزاف هذا الدين، ماذا صنعت فيها؟ وعن مالك رزقك، منين جبته وفين درته؟ أما السؤال الأول عن عمرك فيما أفنيته، العمر واسمه هو، هو حياتك، والحياة ديالك واسمه هي، هي سنواتك، والسنوات واسمه هي شهورك، والشهور واسمه هي أيامك، واليوم واسمه هي ساعاتك، والساعات واسمه هي دقائقك، والدقائق واسمه هي ثانيات، والثواني واسمه هي طرفة العين. كان سيدنا
إلى دار رجله هكذا لا يوقن أن يضعها على الأرض وروحه فيه. هكذا كان، هكذا كانوا يتعاملوا مع الوقت. كان أصحاب رسول الله أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على الدينار والدرهم، لا يضيعونها، لا يضيعون. وما رأيت أمة مستهجرة مبذرة مسرفة سفيهة في تعاملها مع الوقت كأمة رسول الله في زماننا. ضيعة الوقت، يظل غجلس يلعب الضمة ويسمع الأذان ما يمشيش يصلي، يضيع الوقت وما يديش الخير، يظل غجلس وما يقدرش يمشي يدير واحد حاجة اللي تنفعه في يوم القيامة ولا في الدنيا. ولو الرأس خاوي بالفكرة والقلب خاوي بالإيمان والجسد فارغ من العمل والطبيعة لا تقبل الفراغ، فنفسك إلا الله. العمر بساعاتها ودقائقها ونفساتها وأيامها وشهورها وسنينها ودهرها وقرونها. وعن شبابك في فترة قوة الشاب التي يستطيع أن يستثمرها في التزود ليوم المعاد، ماذا فعل؟ لك الله. عن علمك تعرف حواج بزاف هذا الدين، ماذا صنعت فيها؟ وعن مالك رزقك من جبته وفين درته؟ أما السؤال الأول عن عمرك فيما أفنيته، العمر واسمه هو هو حياتك، والحياة ديالك واسمه هي هي سنواتك، والسنوات واسمه هي شهورك، والشهور واسمه هي أيامك، والأيام واسمه هي ساعاتك، والساعات واسمه هي دقائقك، والدقائق واسمه هي ثانيات، والثواني واسمه هي طرفة العين. كان سيدنا إلى دار رجله هكذا لا يوقن أن يضعها على الأرض وروحه فيه. هكذا كان، هكذا كانوا يتعاملوا مع الوقت. كان أصحاب رسول الله أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على الدينار والدرهم، لا يضيعونها، لا يضيعون. وما رأيت أمة مستهجرة مبذرة مسرفة سفيهة في تعاملها مع الوقت كأمة رسول الله في زماننا. ضيعة الوقت، يظل غجلس يلعب الضمة ويسمع الأذان ما يمشيش يصلي، يضيع الوقت وما يديش الخير، يظل غجلس وما يقدرش يمشي يدير واحد حاجة اللي تنفعه في يوم القيامة ولا في الدنيا. ولو الرأس خاوي بالفكرة والقلب خاوي بالإيمان والجسد فارغ من العمل والطبيعة لا تقبل الفراغ، فنفسك إن لم تشغلها في الغير شغلتك في الشر. إن لم تشغل نفسك في الوقت في الخير أشغلتك هي وشغلها إبليس في مشروع الشيطان الإفسادي. الوقت والعمر والدقائق تعرفوا اسمهم ولا ما تعرفوش؟ هو رأس مالك، هو رأس مالك، هو مطيتك إلى الآخرة، مطيتك للآخرة هي أيامك هي ساعاتك. فانظر مطيتك كيف تحملك إلى ربك، انظر إليها. فسنواتك كأوراق في كتاب، كلما مضى يوم كأنك قلبت ورقة من كتاب عمرك، فلا زلت تقلب أوراق عمرك
حتى تصل إلى الفهرس إلى آخر ورقة تسلمك إلى الآخرة. شحال من صفحة؟ أنت 300 صفحة، راك 214. هذا النهار 214 كي نديرو كي الكالندري. اقلع اليوم الجمعة 12 13 14 15. شكون هذا في الفيتنام؟ في الفيتنام يموت هذاك ويموت هذاك. 16 فيها من هنا 17 وهي غادية. كل واحد عنده نهاية، كل واحد عنده مروح. فالوقت هو رأس مالك. خصائصه بسرعة، غير هذا يحتاج لمحاضرات. أنا غير بسرعة، ما هي خصائص الوقت؟ فالوقت أغلى من كل شيء، حتى ولو قال العارفون ماذا قالوا؟ الوقت من ذهب. الوقت من ذهب، بصح الوقت من ذهب. الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب إذا ذهب يمكن إعادة مثله أو أكثر منه، لكن اليوم إذا ذهب لا يعود. إلا جاتك الموت على شي حاجة ماشي مزيانة، تقول له رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب ردني، يا رب يزيد لي، يزيد لك ولو يردك ولو مشيت مشيت، ما حدك راك كاين. فهي فرصتك أن تعود إلى ربك، أن تصحح مسارك، أن تتدارك ما فات. متدق مع عمك، متقطع مع خالك، كليت شي واحد، خسرت مع شي واحد، فاليوم قبل غد، فاليوم تستطيع أن تتدارك. لكن غدا ليس ثمة إلا الحسنات، فليس ثمة دراهم ولا دنانير. اليوم 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 إلى مشى اليوم صغير، إلا مش اليوم ذهبت فرصتك في العودة. مش حال واحد في القبر تفوتوا عليه ويبقى يسمعكم، يبقى يقول يا سعداتو يا لك ربي ردني الدنيا، نقول غير مرة واحدة لا إله إلا الله ويحال بينها. مش حال تقدر تقول اليوم لا إله إلا الله؟ مش حال تقدر تستغفر اليوم؟ مش حال تقدر تتوب؟ مش حال تقدر تصلي؟ مش حال تقدر تدير الخير؟ دير الخير ذاك النهار اللي يبانوا فيه الرجال في الامتحان الأكبر، من الناس تجيب الحياة نتاعها معمرة بالحسنات والنور ديال الوضوء والنور ديال الجهاد، واحد جايب رجله مكسوسة في سبيل الله، واحد جايب الوجه نتاعه متنور بالقرآن، وانت واش غادي؟ اسمه جايب السب، الغيبة، النميمة، الوجوه الكحلة، الوجوه الكحلة، تسود وجوه وتبيض وجوه. باش غادي انت في ذاك النهار نتاع الفضيحة؟ يحشر بعض المخلوقات على وجوههم بكما وعما وصميا، على وجوههم. فقالوا يا رسول الله على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم لقادر على أن يحشرهم يوم القيامة على وجوههم. تابنا عمي فضيحة كبيرة، اللي يقلبوا الحقائق يحشرون يوم القيامة على وجوههم، يعرفوا الحق ويبدلوه. منين يعرفوا الحق ويبدلوه يوم القيامة؟ الوجه نتاعهم يولي في الأرض والرجلين في السماء ويبقاو يتمشاو على وجوههم. الله. فالما الوقت إذا مر لا يعود. شفت علاش يسقسيك ربي؟ السؤال المهم، لأن الوقت إذا مر لا يعود. ثانيا، إن الوقت ينصرم بسرعة، يفوت بسرعة. اللي عشت 60 عام منين يشوف اللور شحال عاش يقول بحال ما عشت والو، اللي عاش 80 عام بحال اللي عاش والو. جاء إلى نوح عليه السلام وقد لبث في قومه يدعوهم 1000 عام إلا 50 سنة، 950 عام وهو يدعو. أما قبل الدعوة وقبل البعثة فالله أعلم بحقيقة عمره ومدى زمانه. فقال له ملك الموت عند الاحتضار، عند قبض روحي أبي الأنبياء،
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا نوح أنك عشت بزاف أنت، كيف وجدت الدنيا 950 عام؟ يا شيخ الأنبياء ويا شيخ المعمرين، معمرين اللي عاشوا بزاف، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ عشت بزاف. قال له كأنني دخلت من باب وخرجت من أخرى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما عشناش قاع، قالوا ما عشناش ولا محلي، ما عشناش محلي، ما عشنا والو. عاش 70 عام 80 عام محلي ما عاش والو والو، بل أكثر من ذلك. سيدي عيش 90 عام 80 عام في الدفيش، يعيش في النعيم كله، ولكن عاش غافل على سيدي ربي. ما كانش نعمة اللي ما ادهاش من نساء وطعام وشراب وثياب ولهو ولعب وسفر ومتعة وتمتع وكرم وكرامة وصحة وبصر وسمع وقوة وجاه وسلطة، كل شيء هاد الشدة، ولكن عاش غفل. روح كمل ترك مشى، استلت روحه، وقف بين يدي الله. يقول سيدي ربي ذوك الزبانية، قبل ما نتكلم مع هذا العبد اللي عاش متنعم، أكل خيري وعبد غيري، غمسوا غمسة واحدة في جهنم، غير واحدة، ونسقسيه. فيؤخذ هذا المنعم من عبيد الله الغافلين، فتغمسه الزبانية غمسة واحدة في جهنم فتخرجه، فيخرج كالفحم المحترق. فيقول له الرب تبارك وتعالى: أي عبدي، هل رأيت في الدنيا من متاع قط وسرور؟ فرحت شي شوية في الدنيا، ضحكت شي شوية، لعبت شي شوية، وش حال لعب، وش حال ضحك، وش حال زعق، وش حال كلا، وش حال شرب، وش حال تنعم، وش حال عمره ما مرض، عمره ما قال أه سني، أه راسي، ولو 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 ولو. قال له: وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط. فكانت غمسة واحدة في النار كافية لكي تنسيه كل نعيم الدنيا. ويؤتى بالعبد من عباد الله الصالحين وقد ابتلي في الدنيا فصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر، أمرض وفقير ومعدوم وما يشوفش، فيوقف بين يدي الحق تبارك وتعالى فيقول لملائكة الرحمة حينما تسوقه: اغمسوه غمسة في الجنة قبل أن أكلمه. فيغمس غمسة في الجنة فإذا بنظرة النعيم تبرز على محياه، فيوقف بين يدي الجليل جل جلاله: أي عبدي، كيف قضيت الدنيا؟ هل مر بك في الدنيا من بأساء قط؟ قال: رب وعزتك وجلالك ما رأيت في الدنيا من حزن ولا بأساء قط. فكانت غمسة في الجنة واحدة كافية لكي تنسيه 70 عاما من البلايا والرزايا والمصائب والأوجاع والأمراض وشدة الحاجة، كل ذلك تنسيك غمسة. اصلح روحك، اصلح روحك، النهار اللي يفوت مشى، والوقيت اللي راح عندك توب الى ربك، عد الى ربك، عد. اذن فهو يمر بسرعة، والذي يمر لا يعود، ما يوليش، مشى صافي. ثم المسلم كما أخبر الصادق المصدوق صلوا عليه: يكتوي بنار يومين في الدنيا، يوم مضى شاء يقدر يرد ولا ما يقدرش يرد، واش اللي فات قدرت الدولة، لا يدري ما الله صنع فيه شاء، وبين يوم آت لا يدري ما الله صانع فيه.
عندك نهار فايت ونهار جاي. نهار الفايت زيد ديالك ولا ماشي ديالك؟ واش ديالك ولا ماشي ديالك؟ ما تقدرلوش ما تردوش. واش تقدر تردو؟ تقدر تجبد لي مال؟ ما تقدرش. والنهار اللي جاي ديالك ولا ماشي ديالك؟ ماشي ديالك، لان ما عارف واش تعيش ولا ما تعيش. واش مو عندك في هذا الوقت؟ واش مو عندك؟ واش مو عندك؟ هالجلسه اللي رحنا جالسين على ولادي الفايت مشى ما عرفناش واش مدافع ربي، واللي راه جاي ما عرفش واش نعيش ولا ما نعيشوش. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن فقر من غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ما عرفش واش مو عندك، عندك غير هذه. ولكن النهار الفايت راك مفكر، النهار الفايت واش مو فات؟ راني مفكر ما مفكرش. اسال نفسك اش درت فيه؟ شحال من صلوريات؟ شحال من كذبه كذبتها؟ شحال من هضره نتاع الناس هضرت فيهم؟ شحال من سرقه سرقتها؟ شحال من غفله غفلتها؟ شحال من نظره حرام امتدت الى الحرام؟ شحال من كلام قبيح سمعت له؟ شحال من نيه سيئه اضمرتها لاخيك؟ وشحال من حقد حقدت به على مسلم؟ وشحال من حسد امتلأ به قلبك على اخوانك؟ تعرف شحال ولا ما تعرف؟ انا تعرف شحال ولا ما اعرف؟ واش تفكر ولا ما تفكرش؟ واش قليل ولا بزاف؟ ربي 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 ربي، اقسم بالذي فطر السماوات والارض لو ان الانسان نظر الى عيوبه التي اقترفها في الماضي. الله يحشم قاعد يهدر، الله يحشم يجلس هنا يبقى يهدر ويزق. والله يا سيد ربي يوري الماضي ديالي ويبقى ينشره على عباد الله. يا هنا لا تجلس، والله ما تجلس. تكون سيد ربي يبين الشيء اللي فايت. يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي، صلوات اضاعها المسلم، اعراض انتهكها المسلم، أموال سرقها المسلم، دماء سفكها المسلم، حدود تعداها المسلم، بزاف بزاف. يوم كي غادي نديروا مع اللي فات؟ نلقاو به ربي ولا ما نلقاوش به ربي؟ واش نلقاو ولا ما نلقاوش؟ اقرا كتابك واش حسابك هذه كل شي حاجه تنساوي. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، يعمل ما شئت، دير اللي بغيت، كما تدين تدان، ما كان ربك نسيا. وعلاش انت نسيت اخويا؟ علاش انت نسيت؟ كيفاش تنسى وانت غادي يعرض على الله يوم القيامه؟ الامتحان غدا، ما من ساعه ساعه، وقيت وقيت فاتت لم تذكر فيها ربك الا كانت عليك يوم القيامه حسره وندامه وتيره. وما من مجلس يجلس فيه فلم يذكر الله فيه إلا قاموا عليه كما يقومون على جيفة حمار. شحال من جلسة جلست مع أولادك على التلفزيون وتفرجوا في المكسيكي ونضطوا هكذا تنعسوا، نضطوا على الجيفة مع الحمار؟ ها؟ شحال من جلسة جلست في القهوة والدخان وتهضر في عباد الله؟ شحال؟ ها؟ كثر كان الذنوب ولا ما كانش الذنوب اللي فايت؟ ربي 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 ربي. ايوا واسمو هي العبادات اللي ما كانش شي طريقه باش تمحي الذنوب اللي فايتين؟ بالزمان بالزمان فايت، كانش شي طريقه؟ هل ثمة طريقة تمكنك من محو الذنوب التي اقترفتها في سالف أيامك؟ كان ولا ما كانش؟ واش كان ولا ما كانش؟ من رحمة الله ومن فضل الله أن العبد المؤمن محد حي اليوم اليوم وهو فاضي الخيطة. يمكن هذا 40 عام اللي عاشها عاصي، يمكن فاض اللحظة يمحي كل شيء كل شيء، هذا من فضل الله. فينسي الله الملائكة الذين كتبوا السيئات، وينسي الأرض التي ارتكبت عليها السيئات، وينسي الجوارح التي اقترفت السيئات،
ولكن وشوية العبادات اللي تديرها باش تحول السيئات حسنات وتنسى الملائكة قاعدوك في ذنوب. قولوا لي نكمل غير بهذه، نحضر غير على الماضي ما نهضرش على المستقبل، نكمل مع غير النهار الفايت اللي غادي تسأل عنه يوم القيامة، باش منين تلقى ربي يقول لك عمرك فيما أفنيته تدير له ربي ها هو ها هم قرأوا كتابيا. شوفوا كي منور، ما فيش قاع السيئات. ها هم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. ما نتحاسبش لأن محات، أنا كنت حاسب بين غادي حاسب يا ربي، لكن كل شيء زول يا سبحان الله. إني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية. الله عيشة راضية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا إله إلا الله. يزقك من هذول اللي نجحوا في البكالوريا، انيح كاين اللي قلعك سوتو، كاين اللي يرمي روحو، كاين اللي يضرب كذا، كاين اللي يجيب لك كوكا ولا بششت. كدار النجاح انت غدا؟ هاش من فرحة؟ هاش من رحمة؟ ها؟ فرح كبير في الامتحان تاع غدا. إذن واش هي العبادات اللي تديرها باش ربي يبدل لك السيئات حسنات ويمحي لك دوك الذنوب؟ غادي نعطيك معها خمسة ديال العبادات وان شاء الله خرجوا بهم وديروهم. اما العبادة الاولى فهي فكرية، باش يتمها خص تكون بالفكر وبالقلب وبالجوارح. الفكرية، واش هي العبادة الفكرية مع الذنوب تاع الماضي؟ شكون يعرفها؟ ها ذاك ديال القلب مازال ما وصلناش للقلب، ما رجع العقل. العبادة ديال العقل مع الماضي واش هي؟ راني قلتها، الا تنسى السيئة. لا ينفع عقلك، لا تنسى سيئة. من سعادة المرء ان ينسى الحسنات ولا ينسى السيئات، فاذا ذكر يذكر سيئاته ولا يذكر حسناته، لأن الحسنات إذا ذكرها لا يدري أقبلت منه أم لم تقبل، ولكن السيئات راه مكتوبة خصك تذكرها. يا رب ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الله الله، وغير وحدك مع سيدي ربي تقولها واسمو درتوها واسمو درتوها واسمو درتوها واسمو درتوها. والذنب الكبير كي تفكروا كاين اللي تغيب يغيب، كاين اللي كان ما يفكر الذنب الكبير يغيب. سعيد بن عامر الجمحي أمير حمص على عهد عمر كانت تصيبه في مجالس الصحابة والقوم غيبوبة، يغيب. شكوا به العمر قال له يغيب يا سيدي، قال له ليش تغيب؟ قال له حينما أذكر اليوم الذي وقفت فيه مع أبي سفيان وأنا لازلت على الجاهلية لم أسلم بعد، وقد صلب خبيب بن عدي صاحب رسول الله وكنا ننهشه بالرماح حتى إذا وصلت درجة العذاب إلى القتل رفع يديه وهو مصلوب يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم انبطحنا على بطوننا اعتقادا منا أننا إن فعلنا ذلك مر الدعاء فوقنا فلم يصبنا، فكلما ذكرت حضوري لقتل صحابي أصحاب رسول الله أخشى أن لا يغفر الله لي وأن يستجيب الله دعاء خبيب ويعذبني ربي فيغيب. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعرف بكى صالح 40 عاما، كل من يمشي في الليل يصلي العشاء يبقى يبكي أمه تقول له واش قتلت الروح أخلى دار شرك؟ هل خلقت النار إلا لك؟ ما ترحمش روحك؟ أش درت أنت في يدك؟ أش درت؟ قالها ما نقول لكش. قالت له والله حتى تقول لي أنا أمك. قالها أبكي 40 عاما على ذنب كلما أذكره أفجع وتتفطر كبدي.
اسمو هذا الذنب يا ولدي؟ لو كان كاع قتلت يجيو مالي القتل ويسمحوا لك يا خلطه. الا قتلت مشيو عند اللي قتلت لهم ونطلبوا منهم السماح يسمحوا لك. الا شافوا حالتك راك واخا تقتل يسمحوا لك مالي القتيل. اكذب. قال لها ماشي القتل، يا ريت لو كان القتل. واسمو؟ قال لها جا عندي واحد النهار واحد الضيف وكرمته بالحوت، درت له الحوت ومن اللي كلا الحوت بقى فيه الزيت ولي دام والريحه نتاع الحوت في يدي، وما كانش عندي الصابون باش يغسل، فعمدت الى حائط جاري وقلعت شويه تراب من الحيط نتاع جاري واعطيت له يقلع الريحه نتاع الحوت بالتراب نتاع الحائط نتاع جاري. 40 عام وهو يبكي على التراب. اما اللي يبول في الحيط نتاع جارو، اما اللي يرمي الصلاح عند الحيط نتاع جارو، اما اللي يسب جارو، اما اللي يهدر في جارو، هذا غير قلع غير التراب. 40 عام الحق الحق يا عجرود الحق الحق. بكى رجل في حضرة رسول الله. مالك مالك؟ قال لي رسول درت واحد الذنب في الجاهلية، نخاف ربي ما يغفر ليش. واش ما درت؟ ربي يغفر لك إلا دخلت الإسلام. قال له يا رسول الله واخا دخلت الإسلام خايف ما يغفر ليش؟ قال له النبي والله لا إله إلا الله، الإسلام يجب ما قبله، أش درت؟ قال له احكي. وبقى يحكي. زدت عندي بنية يا رسول الله، وكانت القبيلة نتاعنا كي تزيد البنية يدفنوها، فلما ولدت لي ابنة جميلة تحايلت على زوجتي وأظهرت البشرة والفرح، فقلت لها سعدي بنتي سعدي والله ما نقتلها كما يقتلوا الحباب نتاع البنية نتاعي. ففرحت الأم فرحا عظيما، فترعرعت البنت ووصلت 12 عام ويركبها على ظهره ويعدلها، والنهار اللي عمد عليها قال لها كاين العرس نتاع خالتها ندي معايا بنتي للعرس، وفرحت المبرة وزينتها ودارت لها الحنة ودارت لها الريحة ودارت لها الذهب ودتها معها، وقالت يا سعدي هذا الرجل نتاعي ما خرجش كيما الرجال الاخرين اللي ما يرضوش يمشي معهم البنت، غادي يدي البنت للعرس. يا سعدي يا سعدي ودها يجرها وهي تقول له طلاني في البنية طلاني في البنية طلاني في البنية. فذهب بها إلى الصحراء إلى بئر حسن، فرفعها ليلقيها في البئر. قالت لها أبا أتفكر الوصية أنت عما ماما واسمو؟ قالت لك ما راها ما تلقتني معك حتى درت فيك الثقة. أبا اذكر وصية أمي. حطيتها وجاي إبليس قال له هذه الفرصة نتاعك وتمنحها، هذه الفرصة نتاعك وتمنحها. رفضتها وقال لي يا أبا اذكر اذكر وصية أمي، اذكر وصية زوجتك، لا تيتمها لا تفجحها في ابنتها. حطها. جاي إبليس قال له ما تسمعناش، رفضها وارميها. فرفعها ثم رماها فسمع صراخها وهي تهوي في البئر، فبكى وبكى الصحابة وبكى رسول الله. قال ويحك لو كان ثمة ذنب لا يغفره الله بعد الإسلام لكان هذا الذنب. فأنزل الله قوله تعالى، هذا تفسير ابن كثير في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يحكموا على ابنية مسكينة لا ذنب لها يرميوها يقتلوها. سيدنا عمر يبكي ويضحك علاش؟ قال لهم كنت في الجاهلية ملي زدت عندي البنية وديتها ندفنها حية، أنا نحفر لها والرملة تطلع لي على اللحية، أنا أحفر لها باش ندفنها وهي تنقي لي اللحية بالرملة.
هو نحفرها باش ندفنها وهي تنقي لي اللحيه. واش كنا كيدير كي كنا دايري كي كنا دايري واش درنا قليل اخلد اصلا واش درنا قليل ونساو الذنوب ونبانو بان احنا مخيرين بقاو شو غير في الذنوب تاع الاخرين. رحم الله من شغلته ذنوبه وعيوبه عن عيوب الناس. لو كان نبقى نتفكروا في ذنوبنا ما نبقاوش نشوفوا في الاخرين. واش اللي هالك وغارق يبقى يدور يسلك الاخرين؟ ياك اللي يكون غارق يبقى يقول سلكوني غير انا. واش انا غارق ونبقى نشوف في عباد الله؟ ها؟ قال رسول الله في حديث عقبة بن عامر وقد قال أوصني يا رسول الله، قال إلزم بيتك، إلزم بيتك واذكر خطيئتك وامسك عليك لسانك. اذكر خطيئتك، ما تنساش الخطيئة نتاعك، ما تنساش، ما تنساهاش، دايما خصك قبلتك لتنغص عليك الحياة. فرب ذنب لا تنساه يدفعك للتوبة والترحم به، ورب حسنة تغتر بها فتهلك. فرب ذنب عند الله خير من معصية في العاقبة، فعاقبة ذنب ينغص عليك عيشك يدفعك للتوبة خير وأثقل في ميزانك يوم القيامة من حسنة تقترفها فتصاب بالعجب فتحبط أعمالك. الحديث طويل وذو شجون، والسؤال يوم القيامة عن العمر في اليوم الماضي لا زال موصولا. وإذا كتب الله لنا أن نلتقي في لقاء قادم في هذا المسجد سنواصل الحديث عن هذا السؤال، عن عمرك فيما أفنيت، وبالضبط عن اليوم الماضي كيف تتعامل معه على أساس أن تمحو سواد المعاصي وأن تستبدل الذنوب حسنات بعبادات فكرية نسيان عدم نسيان، وقلبية الندم، والجوارح الاستغفار، ثم العبادة النفسية المحاسبة والمعاقبة. خمس عبادات تحتاج إلى وقفات: عدم نسيان بالعقل، وندم بالقلب، واستغفار باللسان، باللسان، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى محاسبة بالنفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فما ثقل الحساب على أقوام يوم القيامة إلا لأنهم نسوا أن يحاسبوا أنفسهم في الدنيا، وما خف الحساب عن قوم يوم القيامة إلا لأنهم شددوا الحساب في الدنيا على نفوسهم كأشد ما يحاسب الشريك الضنين شريكه الضنين. ثم المعاقبة، أن تعاقب نفسك قبل أن يعاقبك الله. نعطيك واحد مثال تاع المعاقبة. ابن عمر فتوا تكبيرة الإحرام نتاع صلاة العشاء مع الناس، خلط كانوا قالوا تكبيرة الإحرام. لمك تشغلتي حتى وليتي تفوتك تكبيرة الإحرام في الصلاة في الجامع، والله لا أعاقبنك. باش عاقبها؟ والله لا لك غير تصومي عام وتقومي عام ما تناسي. هذا على تكبيرة الإحرام. أنا قر ولا حقي؟ أنا قرها الواغش والحقي. هذا عاد غادي تفوتوا شي تكبيرة الإحرام شي نهار؟ هذا غادي تفوتوا؟ هذا اللي يدير مع نفسه هكذا، هذا غادي تفوتوا شي؟ حنا لا بنادم دار غير شي خير ولا يبقى غير أنا راني درت وأنا درت وراني مشيت ولو كان ميانا ولو كان كذا وأنا بعدها أنا بعد الحمد لله أنا ما نضرب واحد. واش راكي ترقص؟ باش تعرف حقيقتك. والله ما تدخل على ربي يوم القيامة إلا من باب الذل له والعبودية له. والله ما نسلكوا يوم القيامة إلا برحمة ربي. أبكيوا عليه في هاليامات الشمس ولا تحارة، القمح والزرع والفلاحة تحرقت، أمة محمد تذبح، مناش مناش ما فكرتوش مناش، ما راكوش عارفين مناش.
شتو بناتنا كي راهم دايرين في الشوارع؟ شتو الباس كي داير؟ واش راكم تشوفوا ولا راكم واش راكم شايفين ولا ما راكمش شايفين؟ قولوا لي يرحم والديكم، هذوك البنات اللي راهم برا شكون هما؟ ماشي بالفيطنة؟ واش بالفيطنة؟ ماشي بالفيطنة، بالفيطنة في لاج الطوبة، لازاري، منين جايات؟ من المريخ ولا بناتنا؟ بناتنا هذوك اليوم السعيدية تعرّوا، عرفتوا شكون هما ولا شنو؟ هي فاطمة بنت محمد، وعيشة بنت عبو، ورحمة بنت زكريا، هم اخواتنا. تعرفوا هاد الشيء ديال الربا اللي راه قاعد تاكلوا الناس؟ شكون راه ياكل الربا؟ موشي ياكل عبقادر وعبو وكذا. الرشوة، الرشوة شكون اللي راه ياكلها؟ شكون اللي يقبضها؟ عبو وعبقادر وحليمة ورابح. واش تعرفوا؟ بين رحنا نحاربوا الله فيقين ولا ما فيقينش؟ واش راكو حاسين ما جينا ما حاسينش؟ واش عرفتوا بلي راه 5 تاع الدرجات راه تزيد في الصيف؟ يتوقع هذا العام في المغرب ان يموت المئات من شده الحراره. هذا العام، هلا يقول علماء الارصاد ان هذا العام ينذر بكارثة في شمال إفريقيا، حيث سيشتد الحر إلى درجة ينقطع فيها الأكسجين فيختنق الناس. الله يقطع عليك ربي شوية الأكسجين، قال اللي فيه الضيقة، قال أنا نقول هذا الشيء اسمه عشان نقول هالشلاش واللي ربي والله ما تسلك غير باش غير ولينا نربي. والله والله ما بقى لا دفيش ولا والو، كل شيء داك الدفيش يكمل، كل شيء داك الدفيش والمراوغات وداك الشيء كل شيء يكمل. كاع دوك الحسابات اللي عندك مع فلان ومتزير معهم الدق مع كل شيء كامل ما ينفع الا ولينا الله تعالى. لا اله الا الله، نطلب الله يعفو علينا. امين. الله يرحمنا. امين. الله يتوب علينا. امين. الله يجعل مولانا يشوفنا مع رحمته. امين. احد اخواننا ممن كان يعمر بيت الله مسجد الكوثر، وكان يتهلى في الجامع وزلجو، وكان يخدم بيت الله، وكان يتصدق للفقراء والمساكين. صاحبي متولية، والله إذا أحب عبد ابتلاه وريض له هذا، ريض له هذا وما يقدرش يأكل، فلقي الله. لا إله إلا الله. نسأل الله لهذا العبد أن يغفر له. غادي يجيبوه، غادي يجيبوه، غادي يدفنوه يوم الجمعة، ولكن سيدفن في بلاده، شي وجده، سيدفن في الناظور. فنسأل الله لأخينا المبارك الطيب ولا نزكيه على الله، من خلال صحبتنا له ومن خلال رؤيتنا لصالح عمله ومن خلال ثناء أصحابه عليه، فاللهم تقبله عندك في عداد الصالحين. اللهم استقبله بمحض عفوك. آمين. وكرمك. آمين. وأنت ضاحك إليه وراض عنه. آمين. الجارة ديال المسجد نتاع الكوثر في الجمعة الماضية ونحن نخطب الجمعة فاضت روحها إلى الباري تعالى، اللهم ارحمها. آمين. وارحم جميع أموات المسلمين. آمين. إخوان تعنا الإمراض، الأخ نتاع السي إبراهيم أحمد، واحد النسيب نتاعنا، كلهم الآن يعالجون سكرات الموت، يعيشون في اليوم هذه الأيام التي يرحلون فيها بعد أن قال الأطباء كلمتهم. فالله الله نسألك أن تثبتهم عند خروج الروح على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم يا رب ارزقهم موتة مباركة
وردهم إليك مردا غير مخزن ولا فاضح. وإحنا الله يرحمنا بالمرحوم فينا. الله يجعل كما اجتمعنا هنا نجتمع قدام أحبابنا رسول الله. الله يجعل أحبابي النجي فينا غدا يوم القيامة يأخذ بالدين خوته. لهلا يعذب حتى واحد من أمة حبيبي محمد. لهلا يدي حتى شي واحد حتى تتوب عليه يا رب. يا رب توب على بنياتنا. توب على نسانا. توب على أخوتنا. توب على أخواتنا. يا رب ردنا جميع إلى دينك كما ردا جميعا. الله يعطينا واحد الحياة مباركة. الله يعطينا واحد الموتى مباركة. الله يجعل ذاك النهار اللي يصوقونا من هنا ورفديننا فوق لها وإحنا مجرمين مذنبين وجينك يا ربي بهالصخائف السوداء يا ربي ويديرونا تحت التراب ويتخلى علينا الخلق. يا سيدي ربي ما تخلاش علينا ذاك النهار يا ربي منين كاع الناس يسمحوا فينا أنت ما تسمحش فينا. يا حبيبي يا ربي يا حبيبي يا ربي نشهد أننا نحبك. اللهم إنا نشتاق إلى لقائك فاشتق إلى لقائنا. اللهم إننا نشتاق إلى لقاء الكريم الرحيم اللطيف. فاللهم يا رب حينما ينسانا الخلق ويتخلى عنا الخلق نسألك ألا تتخلى على عبيدك وعلى عبيدك. اللهم يا رب هناك إن كنا وحدنا فاللهم يا رب نور قبورنا وأذهب وحشتنا وارحم غربتنا. يا رب روحنا على خير. يا رب روحنا على خير. يا رب روحنا على خير. يا رب ارحم أمة حبيبك محمد. يا رب انصر أمة حبيبك محمد. اللهم كما وفقتنا للاجتماع في مسجد الهدى فاجمعنا يوم القيامة مع نبي